مشكله الالتهابات. تمام. في سيدات، احنا اتكلمنا قبل كده في فقره ان في سيدات بتفتكر الالتهابات دي حاجه عاديه. تمام. ممكن الالتهابات دي الناس فاكراها او السيده فاكراها ان دي حاجه طبيعيه وانا كبرت في السن، او ده الطبيعي في اي سيده؟ لا، دي ممكن مش طبيعي تاثر، طبعا. ده مش طبيعي. طبعا طبعا. الالتهابات دي من عوامل فشل الحقن المجهري اكيد. لازم الالتهابات المهبليه فشل في الحقن المجهري، بندخل الاجنه عن طريق المهبل من تحت العنق والرحم، هيخش معاه التهابات بكتيريا فطريات، يبقى احنا بوظنا الحقن المجهري. عشان كده لازم تكون متعالجه كويس جدا، ولازم الدكتور بيكون برضه عارف السيده وكاشف عليها الاول ومطمن مفيش التهابات ولا حاجه. وبعدين احنا كده كده بندي علاج بروفلاكتيك، يعني احنا بندي علاج وقائي كمضاد حيوي ومضاد فطريات فايليات قبل ما ننقل الاجنه، عشان يبقى احنا شغالين صح. ده اجراء وقائي لازم يتعمل. دي يعني ما ينفعش واحده حتى تخبي عن نفسها او لا، تفتكر لازم ان الدكتور يبقى شايف. ممكن تكون واحده فاكره ان ده طبيعي وانا سيده ودي التهابات، فما بتبقاش يعني دي لازم ارشاد من الطبيب الشاطر. يعني طبعا حاجه بسيطه ولكن ممكن تدمر أكيد. عمليه هي ممكن تكون مستنيها طول العمر. طيب الناس اللي عندها برضو او السيدات اللي عندها البطانه خفيفه او ضعيفه، البطانه بتاع الرحم، يعني احنا عملنا دلوقتي اجنه والاجنه كويسه عاوزين ننقلها جوه الرحم، بنلاقي البطانه بتاع الرحم رقيقه جدا، ما ينفعش احنا ننقل فيها الاجنه. نبدا ندي استروج وندي علاجات طبيه ما بتجيبش نتيجه خالص. حل. الحل بقى في الابحاث الجديده اللي احنا بدانا نشتغل فيها، وفي رساله انا مشرف عليها عندنا في الجامعه برضو، ان احنا السيدات اللي هم عندهم البطانه اللي هي رقيقه ديت بنحقن بي ار بي اللي هي البليتلت ريتش بلازما، اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، بنحقنها داخل تجويف الرحم. دي بتؤدي ان البطانه بتزيد وترجع للحجم الطبيعي بتاعها، وينفع ننقل، وبتؤدي لنجاح الحقن المجهري بعد ما كان هيحصل فشل جامد فيه. دي ما كانتش بتتعمل؟ لا، دي جديده، دي ابحاث جديدة. وحضرتك بقى ماشي في الابحاث الجديده بالظبط. لا تتوقف عن عن الابحاث وعن يعني الجديد معاك كله. طبعا يعني طبعا اساتذه الجامعه لازم بيتقدموا يعني جديد كله. انا بحييك طبعا في النقطه دي. طيب خلينا بقى نسال السؤال اللي هتلاقي يعني ناس كتير قاعده بتساله. انا ما عنديش اي مشكله. تمام. وبعمل فشل سوري بعمل حقن مجهري وبيفشل. بص انا اتلخبطت ليه؟ لان بجد كتر خيرهم وانا بفكر اصل انا ما عنديش حاجه وفشل. طب ايه الحل مع الناس دي؟ احنا بنسميها ريكورنت امبلانتيشن فيلير، فشل متكرر في الحقن المجهري. بيبقى السيده كل حاجه عندها كويسه، الاجنه ممتازه، وبتتجنن يعني الاجنه وما بتحملش. بنعملها ثلاث مرات برضه بتفشل، فما يحصل ثلاث مرات فشل بنسميها فشل متكرر في الحقن المجهري، ده بدون سبب خالص موجود. في الحاله دي بنرجع تاني للابحاث الجديده هي البي ار بي، بنحقن البلازما في البطانه بتاع الرحم قبل ما ننقل الاجنه، بتؤدي لثبات الاجنه وعلاج هايل جدا جدا على مستوى العالم. طب انا عارفه ان في ناس الفترة اللي فاتت دي وانا بشهد بحاجة زي كده، ان في ناس حصل لها فشل كتير وهي بتعمل حقن مجهري وبدون سبب، وبعدين جت عند حضرتك وبسبب البلازما اللي هي البي ار بي. يعني الحمد لله كان معاها طفلين، انا فاكرة في سيدة طفلين وسيدة حملت الحمد لله. انا عايزة النسبة قبل ما نختم بقى، نسبة يعني بنسبة كام؟ يعني مثلا جولك مثلا 100 واحدة، كم واحده البي ار بي عمل معاهم انجاز؟ هو حضرتك احنا البي ار بي بنستعمله في كذا حاجه، اول حاجه البطانه اللي هي رقيقه دي بتزود نجاح حلو جدا، عندنا في الفشل المتكرر بيزود نجاح جدا. الكلام بقى الجديد خالص ان احنا بنحقن المبيض بالبي ار بي عشان يرجع يشتغل تاني في حالات فشل المبيض. دي برضو في رسائل عندنا ماجستير برضو انا مشرف عليها في الموضوع ده، وفي ابحاث انا عاملها برضو، وفي بحث منشور انترناشونال. البحث اللي هو منشور انترناشونال دي كانت سيده من السيدات كانت عملت حقن مجهري مرتين، طلعتش بويضات خالص، وقالوا لها خلاص مفيش امل، انت مخزون مبيض ضايع، مفيش فشل في فشل في المبيض. في المبيض حقنا بي ار بي، بعدها بشهرين دي حملت لوحدها الحمد لله وكملت وولدت، وبعد كده هي حامل تاني برضه سبحان الله بعد ما ولدت تاني. انتوا شايفين انا مسبهله ازاي؟ طب دي بشره حلوه لاي سيده او اي بنوته سنها كبر. تمام. او تزوجت وحصل طلاق وقعدت فتره وتتزوج تاني وعايزه يكون عندها يعني طفل من الزوج الجديد مثلا. تمام. او لو اتاخرت، دي كده بشره لاي واحده. تمام. هي بشره ساره جدا للسيدات او فشل في اللي هم عندهم فشل في المبيض، او السيدات بياخدوا حقن كتير جدا مؤشرات عشان تطلع بويضات تطلعش ومتعملش اجنه. برضو السيدات كبار السن ما يبقى في فشل في المبيض، البويضات بقت قليله، مخزون قليل. بس احنا كل الكلام ده عشان احنا اساتذه جامعه بنقول عليه ابحاث وتجارب، بس جربته ونجح جايب نتائج، بس ليس انا علاج هخسر ايه معتمد. ماشي. الكلام ده حلو. لازم لو انا قاعده برضو خلال سنوات هاجي اجرب. خلال سنوات قادمه ان شاء الله هيبقى علاج معتمد غالبا، لان احنا في نتائج مبشره عندنا على ايدك يا دكتور بامانه على ايدك. بس لازم الامانه ان احنا بنعرف العيال الاول دي ابحاث تجارب وليس علاج طبي معتمد. يا دكتور اصل انا هخسر ايه؟ انا هخسر ايه يعني؟
الفقره خلصت بس لازم اتكلم يا مخرج. اصل انا هخسر ايه لما اروح اعمل جلسه بي ار بي وممكن ابقى يعني هتحرم من يكون معايا طفل ويبقى معايا طفل، مش هخسر حاجه يعني. انا بشكرك وعلى ايدك ان شاء الله البحث ده يكمل ويبقى مش سيده ولا اتنين، لا يبقى كل السيدات ما شاء الله. الحمد لله. انا يعني بحييك ويعني وشرفتنا. ربنا يخليك متشكرين لحضرتك. ميرسي جدا. نشكر استاذ دكتور محمد فرج الشربيني صاحب حمله استعيدي ثقتك بنفسك، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب، دكتوره امراض النساء والتوليد والعقم، حاصل على الدبلومه الامريكيه في التجميل النسائي، عضو مشارك بكليه الملكيه لاطباء النساء والتوليد بانجلترا، رئيس لجنه الصحه بحزب المؤتمر بالقليوبيه، استشاري الحقن المجهري والتجميل النسائي. وانا كمان بشكركم، خليكم دايما في فقرات جديده مع الطبيب.